فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة، وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقة كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. نعم، كما سبق أن الخارجين في الفتنة على ولاة الأمور إما قطاع طرق يريدون الأموال، وإما أنهم بغاة يريدون إنكار المنكر بزعمهم، ولكنهم لم يوفقوا إلى الطريقة الصحيحة في إنكار المنكر، وإما أنهم خوارج رأوا أن المسلمين كفار بارتكابهم لشيء من الكبائر التي دون الكفر، فكفروهم بذلك وأخذوا بظاهر بعض النصوص ولم يردوا هذه النصوص المتشابهة إلى النصوص المحكمة التي تفسرها وتبينها وتقيدها وتبين المراد منها، وهذا لجهلهم أو لهواهم، قد يكون عالما لكنه صاحب هوى فيكون يريد إثارة الفتنة ويقول للناس إنني أستدل بالقرآن، والحقيقة أنه لم يستدل بالقرآن، لو استدل بالقرآن لاستدل به كله ورد بعضه إلى بعض، فإن كلام الله حق يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، فإذا أخذت بطرف منه تركت الطرف الآخر فأنت لم تستدل بالقرآن، وإنما استدللت بالمتشابه الذي من استدل به فهو من أهل الزيغ، كما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. أما الراسخون في العلم فيردون المتشابه إلى المحكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا كان الدليل الذي معك تقول هذا من عند الله، الدليل الثاني أيضا أليس هو من عند الله؟ بلى. فلماذا ترد الدليل الثاني تأخذ الدليل الذي يصلح لهواك ومقصدك؟ هذا زيغ والعياذ بالله.